اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. وأوسع بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. مهلك سهل عبد المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه مسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشافق الرحيم باليتيم والأرملة وله معاس الذي أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نصر الديب تطرد الطرق والمنازل وبيرف ذكره تطيب المجالس والمحافل. صلى الله عليه وصلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقي وخلقي بأشرف خصوصية. صلى الله عليه. فما من خلق في البلد محمود إلا مطلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وزنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم سهاب عنانه. صلى الله عليه. وقد انبسط الظلم في تدوين ما فدع علم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عند الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الغلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل الخصم كما يصل التقديم فعليه أفضل الصلاة وتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.